أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما أفضل الدعاء إذا وافقت ليلة القدر أن أدعو به، وكذلك آخر ساعة من يوم الجمعة وفي عرفة، الدعاء المأثور الذي دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بالنسبة لليلة القدر، سألته عائشة رضي الله عنها ماذا تقول، قال: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، فيكثر من هذا ويدعو أيضا بغيره معه. وأما يوم الجمعة فلم يرد دعاء معين، ولكن المسلم يجتهد في الدعاء في أمور دينه ودنياه. وكذلك الساعة في يوم الجمعة لم يرد في تحديد الدعاء فيها دعاء معين. وأما في عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم.